نعيد مرة ثانية طريقة زراعة الأقلام اللي طلبتها مني متابعة البارحة. بسوي أقلام للياسمين. أنا طبعاً ماشي في بيتنا ياسمين، ما عندي ياسمين، وبزرع الأقلام بالطريقة اللي دايماً أسويها قدامكم. عشان خوز الورق من هذا العود بنطلع كم قلم ما شاء الله. بسم الله. دائما لما تيجوا تقصوا الاقلام يعني تقصوا فوق هذا، ما تقصوا عليه او تحته، لا فوقه شويه. هذا ما يبغى القص، خلاص شوفوا كم قلم طلعنا من هذا العود. 5 أقلام. هذا السادس مال ديك الساعة، واحد طش ما أدري بوين. مثل ما أنتم شايفين هذا الأقلام اللي طلعناهم. نخوز اللحاء هني من أسفل القلم، نخوز اللحاء بهذه الطريقة. شايفين نخوز اللحاء هذا الخارجي. نكمل نخوز هذا اللحاء اللي يكون في الأسفل مثل ما أنتم شايفين. نكمل عليهم كلهم. بهذه الطريقة نجهزهم واحد تلو الآخر. بعده نخوزه هذا ترى بيكون في الأسفل. شوفوا هاي الطريقة، واحد تلو الآخر لما نخلصهم كلهم. خلصنا باقي الأخير. نفس الطريقة أول قطعنا. بعد في واحد هني بعد ما بغرفة. اللي بسويه بعد نفس الحالة، بخوز اللحاء بزرع. خلاص شفنا أول خطوة. هذا يستوي على 2، لازم راح أحطه كذي. شفنا أول خطوة كيف سويناها. العود قسمناه إلى عدة أعواد، عدة أقلام. خوزنا اللحاء من الأسفل عشان نزرعه.
هذا اللي خوزناه، عاد بتتم الزراعة. نشوف الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها نيب القصيص، وهني مجهزين خلطة تراب مع كومبوست. خلط فنان مجهزته انا اوريدي في حالة اني ابدا ازرع، على طول يكون جاهز عندي. زين، تراب التربة مع الكومبوست، وعاد املي شو القصيص، املي القصيص اللي بزرع فيه مثل ما انتم شايفين. اوكي، بهاي الطريقة. نشوف الخطوة اللي بعدها. الخطوة الثالثة بعد ما حطينا التربة المخلوطة بالكومبوست، نسقي التربة. بعد سقي التربة هش نسوي؟ نجيب الأعواد، هذا الأعواد أو الأقلام اللي خذناهن، نيب من وين قصينا خوزنا اللحاء، نحطه في هرمون التجذير. مخبرتلكم اللي ما عنده هرمون التجذير يسوي في الأولوفيرا اللي هو الصبار، لكن ما شاء الله هذا الهرمون مفعولة جدا قوي، أنا شفته ما شاء الله ما شاء الله، وإن شاء الله بيتوفر اللي سأل عنه على نهاية واحد بداية اثنين. من نحط الهرمون بهذه الطريقة نبدأ عاد بسم الله الرحمن الرحيم انزرع واحدة ورا الثانية بهذه الطريقة. هذه الأقلام اللي قصصناهن وخوزنا منهن اللحاء. ما شاء الله أنا زرعت أقلام من أشجار مختلفة بهذه الطريقة، وما شاء الله عليهن والرقن من هنا، الفرصاد مثل ما شفتوا، وبعد عندي البرتقال وعندي الجهنمية ما شاء الله مورق، راويتكم إياه قبل. شوفوا بهذه الطريقة سويناه. عاد الحين هيش نسوي؟ نغطيه بكيس بلاستيك ونخليه في الظلة ابدا. كيس بلاستيك ونغطيه وما نعرضه ابدا للهواء، نحطه في الظلة ولا يعرض للشمس، ونخليه الى تقريبا من اسبوع هو اسبوع نشيك عليه نشوفه ورق ولا لا، نطمن على احواله. ايوه، ونشوف اذا مورق ترى نفتح عنا الكيس البلاستيك، لكن ما نعرضه للشمس، نخليه بعدنا بهذه الطريقة. شفتوا الخطوات زراعة الأقلام بهذه الطريقة، طريقة جدا سهلة. أهم شيء التربة تكون أوكي، ونستخدم الهرمون هو اللي يساعد على الإنبات أكثر وأكثر. هذا الهرمون اللي أستخدمه دائما في زراعتي للأقلام، فنخليه مثل ما خبرتكم في الظل وما نعرضه للشمس وما نفتح عنه لمدة أسبوع أو أسبوعين لما يورق. طبعا هو ما يحتاج أن نسقيه، لأن هذا الكيس هو يحافظ على الرطوبة، يحافظ على الرطوبة وخلاص، ما يحتاج أن نفتح عن الكيس ونسقيه. خلاص خواتي، بهذا الطريقة عدت لكم إياها طريقة زراعتي للأقلام. خلاص الأمور طيبة. نروح نلف على الأقلام نشوف نطمن، ما هي يعني لازم أطمن عليها نشوف. خلاص هذه بشيلها الحين وبخليها عاد في الظل ما تتعرض للشمس، نشوفها إن شاء الله إن شاء الله هي ورقن، لأن أنا بأزرع ياسمين في بيتنا، وهذا العواد من بيت الجارة
مثل ما خبرتكم يبون بيت يرانكم، يبون من عند اهلكم، اذا عندهم اشجار كذي حلو حابينكم تزرعوهن بنفس الطريقه. نخليها هني، شوفوا هذه الجهنميه، هذه الجهنميه مورقاتهن بس يحتاج لهن اكثر. مورقات رويتكم اياهن ذاك اليوم لكن يحتاج لهن اكثر. انزين، وهني هذه لا شوفوا كميه البخار، ما نحتاج ان نسقيهن ترى. الكيس يكون محكم، البخار بروحه يطلع ويرد، ما يحتاج ان تخوزوا الكيس وتسقوهن ابدا، ما يحتاج. شوفوا كميه البخار. وهني نفس الشيء، هذا المانجو، اقلام المانجو اللي زرعتنهن، وهذه لا اقلام البرتقال، وهذا هني لما زرعت الطماطم غطتنه. شوفوا بعد البخار اللي فيه. انزين، وهذه النرجس اللي امس اسعفناها، ان شاء الله تقوم بخير وعافيه يا رب العالمين. انزين، وهنيها زرعت شبت لكن بعدني ما غطيته، لازم اغطيه. وهني في هذا الاصيص العود، اللي متابعني يعرف شو زارعه، زارع البصل وغطيته وورق ما شاء الله، زرع البذور. السلام عليكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الجمال. بس نغطي نغطي نغطي، خلوه يكبر بناكل منه ان شاء الله. البصل غالي الحين، زرعوا في البيوت. وهذا الفرصاد شيء شلوه وشيء بعد باقي، محجوز كله، محجوز محجوز محجوز، الفرصاد كله محجوز، والحمد لله رب العالمين.